اتقفل في وشك باب الرحم. ده مش كلامك يا بت، ده كلام الواد ابو موبايل. ماشي ماشي يا بط. طب وحياه الرغوه الطاهره دي، لو وريكي هو وريني. والزيتي يا والزيتي، تعالي فرحيني، فتحتي نفوخ مين النهارده؟ اهلا وسهلا بيكم. يا اهلا بيك يا اهلا بيك. شبيهه عبله كامل او كما يطلق عليها الفنانه هنديه، احنا معانا لقاء دلوقتي، معاها لقاء حصري. هتقول لنا عن اخر الاعمال اللي عملتها في رمضان اللي فات، ايه الاعمال المستقبليه اللي جايه؟ بس الاول والنبي والنبي حته عبله كامل، والنبي والنبي. حاضر يلا واحده ثانيه. قال تتجوز عليا قال اتكلم اتكلم، هو انت تلاقي دفري؟ هي حركه، هي يا جماعه، هي عبله كامل. قولي لي بقى، ناخد البطاقه ونتعرف الاسم والاعمال. اتفضلي. هند العبد، ملقبه بعبله كامل الغلابه، وده شرف ليا طبعا ان انا شبه فنانه جميله وبجد اللي تستحق كل التكريم وكل حاجه حلوه، وان اشكرها برده كل مره وكل لقاء ان انا بشكرها من خلال الكاميرا، انها يعتبر طاقه القدر بتاعتي، وان هي فتحت لي ابواب كتير. بجد شكرا ليك الحاجه عبله، وبجد ربنا يديك الصحه والعافيه ويخليكي لينا، وشرف ليا بجد ان انا ماشيه على خطاكي وبتعلم منك على قد ما بقدر. طيب تواصلت معاها قبل كده مره؟ كلمتيها؟ قالت لك حاجه؟ ايوه هي بصراحه اتعمل لي بوست منها وتوصل لي ان هي بتقول لي ربنا معاكي ووفقك، هي بتحب الناس كلها، وده شرف ليا المقوله اللي هي بعتتها لي ديت، فده تاج على راسي اصلا يعني. اخر حاجه عملتيها كنت ضيفه شرف في مسلسل حضره العمده للمخرج عادل اديب، كان مشهد بسيط كده، الحمد لله واللي جاي افضل باذن الله، ولسه عامله مسرحيه ولسه مصوره اعلان في الاردن، وان شاء الله يبقى حاجه كويسه. وعملت كام فيلم وحققوا يعني نجاحات كتيره في مهرجانات، واللي جاي افضل باذن الله. طب ان شاء الله يتحب يتقال لك هنديه؟ هند. هند ولا عبله كامل؟ لا لا، بص انا اتمنى اصلا، بس انا ما ينفعش اخد زمن ولا حياه ولا اسم. هي حد اسطوره بصراحه، ما ينفعش اجي انا في الاخر. احنا بنحبك ليه؟ لانك واخده حته منها على صغير. الحمد لله، شرف ليا. عايزه اقول لك على فكره، من قبل السوشيال ميديا انا ما بيندهوليش الا يقولوا لي عبله، فانا بفرح جدا على فكره ما حد بيقول لي عبله. مين اول حد قال لك يا عبله؟ بصراحه لا 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 لا، ابو العيال. لا لا، عيالي على فكره. عيالي لو لا، ابو العيال عايز نعمل زي ما انا. ايه الله يخليك. لا بصراحه لما بيحصل اي حاجه للاستاذه عبله على التلفزيون، ماما هي ماما هي، بالذات في خالتي فرنسا وعوده النادله وبلطيه العايمه، بقى اكتر حاجه بقى لما بقى لابسه لبس البيت والكلام ده، ببقى جايبه بلطيه العايمه بقى، ونفس اسلوبي مع عيالي يعني. يعني نشرح حاجه كده بسيطه. بنتك بتقول لك ايه يا ماما، فانت بترد عليها مش عارف ايه بطريقه عبله كامل. يلا نعمل. يلا. عايزه ايه؟ عارفه لو ما سمعتيش الكلام انت حر، والله العظيم اما اشوف اخرتها معاكي ايه، ولما ابوكي يجي انا هوريك. هايل. بنتي. هايل جدا، هايل جدا. والله بعمل كده مع بنتي فعلا. بنفس الطريقه. بنفس الطريقه والله. طب قولي لي، المخرجين بقى طبعا مخرجين عظام، ولما بيشوفوا على راسي طبعا حاجه على الطريق بياخدوه بايديها ويطلعوها. الحمد لله. الحمد لله. مفيش حد يعني قال لك تعالي ده في دور صغير نبدا فيه؟ هو فعلا الحمد لله زي ما قلت لك، اللي هو موضوع المسلسل حضره العمده لما طلبوني في رمضان دوت، الحمد لله يعني. وفي بقى بيجي نغزات كده بتطلع لي في النص، ان بعد ما بطلب في عمل بيجي كام حد كده يقول لا مش ما ينفعش او لا او كده، فانت عارف بقى اللي فيه اللي عايز يطلع واللي فيه لا يعني. بس الحمد لله بجد كتير ساعدوني، وبشكر من خلال الكاميرا برضو ناس كتير ساعدوني من الوسط، ولما بقابل فنانين كبار جدا يعني، مثلا الفنان احمد سلامه لما بقابله بكل ترحاب، الفنان احمد حلواني، الفنان حسين ترك، في ناس كتير جدا بجد من الوسط بقابلهم على راسي، والفنانه مديحه حمدي والفنانه عايده رياض، يعني انا قابلت الناس دي جميله بجد. وفعلا فعلا من ورا الكاميرا حاجه تانية جدا، انسان بني ادمين بجد. اول ما بيقابلوني بصراحه ايه ده عبله صغيره يعني، يتفاجئوا ايه ده انت فعلا شبه، ده انت في الحقيقه بعيد عن الكاميرا انت شبهها فعلا يعني. فالحمد لله يعني ده حركة حاجه من عند ربنا. اكتر حركه بتعمليها يعني ربنا يديها الصحه مدام عبله بتعملها، اللي هي دي. انا عملت حاجه؟ ده انا غلبانه، ده انا طيبه، ده انا اللعبه دي ما تطلعش مني ابدا. يا سلام. يعني دي وانا قاعده وسطيهم كده اقوم عامله، بس طبعا عمري برده ما هبقى زي الفنانه الجميله عبله كامل. يعني في ناس مثلا بتمثل
بيقول لك ده انا يعني قدوتي عبد الحليم. ايوه هل هو زي عبد الحليم؟ لا, 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 لا بياخده خالص. هي قدوتي فعلا. هي قدوتي في الفن. وهي فعلا الشبه اللي انا اتحطيت فيه هو فتح لي باب كتير الحمد لله. وبرده في شغلي انا بحاول على قد ما بقدر ان انا اظهر هند العبد, مش لان مش هاخد تاريخ الفنان عمري مهما عملت مش هاخد تاريخ فنانه كبيره. انا بتعلم منها, هي مدرسه وانا بتعلم منها وبحاول على قد ما اقدر ان انا امشي على طريقتها بس ان شاء الله. طيب خلينا نقول لونك ايه؟ لا يعني من انا كوميدي ولا دراما ولا لا؟ انا عملت كله بس انا بصراحه يعني مياله للمسرح, بحب المسرح جدا على فكره. عملت مسرح كتير والحمد لله حققوا نجاحات كبيره. عملت مسرحيه الخروج, عملت مع المؤلف محمد الصبكي والمخرج كريم السعداني, عملت مسرحيه سلسله نص قلب, عملت الخروج, عملت مسرحيه كتير ومش عايزه يعني من كتر المسرح اللي انا عملته خايفه انسى بصراحه حد يزعل مني. ولا السينما ايوه افضل ولا انا نفسي. بص هقول لك حاجه ثانويه عامه. لا بص كل حاجه ليها حاجتها يعني. التلفزيون طبعا عشان الناس بتحب الشو, بتحب انها تبقى موجوده متواجده على التلفزيون فطبيعي, بس كله موجود دلوقتي على السوشيال ميديا. المسرح انا بص انا بحب المسرح اكتر. ليه؟ نجاحي بيبقى من جمهوري قدام عيني. يعني كان استاذ سيف عبد الرحمن الفنان الجميل جه وحضر العرض بتاعي, والمخرجه دينا واصف بجد, والمستشار الاعلامي هشام فتح الله جم بصراحه, ودكتوره لميا رئيس الرابطه المغربيه اشادوا ان انا الحمد لله حاجه كويسه يعني. فالمسرح بالنسبه لي بيظهر نجاحي صح يعني. ب ب ب ب يعني بتشوفي نفسك فين؟ في المسرح. بعد المسرح تلفزيون طبعا. طيب الايام اللي جايه تبقى المنافسه فيها شرسه وشديده. النجاح طبعا من وجهه نظر الفنانه هند, النجاح ليه مقومات؟ اكيد طبعا. لو قلنا واحد اتنين تلاته للناس اللي بتشوفه. السعي السعي والاصرار. بص وعلى فكره لما بيجي لي تعليقات سلبيه اي نعم بتوجعني, لان انت ما تعرفينش اللي ورا الكاميرا ده ما يعرفنيش. وعلى فكره انا مش منتحله ولا شخصيه استاذ عبله ولا منتحله الشبه ولا اي حاجه. انا ربنا حاطيني في ده, ربنا جعل دي ممكن تكون حاجه. انت ما تعرفش هند العبد دي قاست في ايه. هند العبد دي كانت بتتمنى ايه وربنا بعتها لي. انا لو استغلتها انا استغلتها صح, ان انا حاولت اوصل جزء انساني قبل كده. حياتك كانت عامله ازاي قبل الشهره او قبل؟ لا انا كنت بص يعني برضو واحد مش هيتكلم قوي, لكن انا كنت حد بسيط جدا. انا كنت ممرضه واشتغلت مدرسه واشتغلت حاجات كتير, واشتغلت سكرتيره في مكتب محاماه ومدرس سنه ولحد ما يجيبه. لا, لا 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 لا. وكنت بقى ايه, بص انا معروفه في المنطقه عندي ان انا حللت المشاكل يعني. لو في مشكله كنت صاحبه جيراني يعني. بس فدي الحاجات. اخر حاجه جمهورك بتقولي له ايه؟ بحبكم جدا وانتوا الدعم الاساسي ليا, واي حد بجد بجد لو زعلان مني في حاجه او دون قصد انت ما شفتنيش على الحقيقه او اتعاملت معايا علشان خاطر تديني تعليق سلبي, انا بتمنى دعوه كويسه ان انتوا قولي لي ربنا يوفقك ويفتح لك طاقه القدر. طيب بتطلبي في دلوقتي دعوات يعني بتكريم عبله كامل؟ اتمنى وكنت اول واحده قلتها لما خدت اول تكريم من مهرجان انه بيشجع المبتدئين وكده. كنت اتمنى وقلتها فعلا في لقاء قبل كده ان انا اتمنى ان الحاجه عبله تتكرم دون عن اي حاجه, لان هي تعبت بجد وهي اللي تستحق كل التكريمات اللي موجوده على الدنيا دي كلها. اخر حاجه الستايل اللي لابساه, العبايه, الشكل نفسه؟ لا هو ده لبسي. انت ولا اولاد حضرتك, زوجك ليه تعليقات؟ الاولاد في البيت, الجمهور مثلا وانت ماشي في الشارع؟ الاحترام حلو. الاحترام حلو. يعني ده لبسي انا لما يعني مليت شويه, فطبعا اضطريت ان انا البس حاجه فضفاضه وكده. بس على شكل برضو هو ده لبسي. لا هو ده لبسي. بص هقول لك على حاجه, الحاجه عبله الحاجات اللي هي مثلتها هي بتاخد من الطبيعي, من الحياه الطبيعيه والناس اللي عايشه, فهو ده لبسنا. انا ساكنه في شبرا الخيمه, البس ايه يعني؟